المرأة وكذلك الرجل إذا كان عليهم قضاء من رمضان، هل يجوز أن يصوموا عشر ذي الحجة بنية أنها صيام الأيام هذه الفاضلة وأيضا قضاء ما عليهم؟ أولا يجوز أن يصوموا عشر ذي الحجة، الصيام الوارد في عشر ذي الحجة يجوز أن يصوموه ويؤخروا القضاء لما بعد الأيام الفاضلة، هذا جائز في أصح الأقوال وعليه الدلائل والقرائن أيضا تدل عليه وعلى صحته، لكن لو أنه جعلها فيها فقد ورد هذا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يؤدون القضاء في الأيام الفاضلة، ليس لأن التشريك بين النيتين كما يراه بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة هو أن للشريعة مقصد في إيقاع الصوم في يوم عرفة مثلا، وإيقاع الصوم مثلا من جملة العمل الصالح في العشر في عشر ذي الحجة، فهنا جنس الصوم قد وقع في هذا الوقت فيحصل الأثر الإيماني والأثر القلبي في إيقاع في ذلك الوقت، لكن النية تتجه إلى نية القضاء، يصوم في العشر بنية القضاء ويصوم عرفة بنية القضاء، وكذلك العاشر من محرم هي بنية القضاء لا بنية التشريك، لا حتى التشريك لا أرى أنه ناسب، لكنه بنية القضاء فقط، فيوقعه في موضع قد يكون للشريعة مقصد وأثر إيماني قلبي في إيقاع الصيام في هذا الوقت فيتحقق هذا من خلال القضاء، فهذا جائز، لكن لو أنه أخر القضاء إلى ما بعد عشر ذي الحجة في غير أيام التشريق فهو جائز إن شاء الله.